بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من مسجد ومركز الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أقدم بطاقة تهنئة وبطاقة حب في يوم الشهيد الذي خصصته دولة الإمارات العربية المتحدة تكريما ورفع شأن لهذه الفئة المتفردة المتميزة للشهداء، وحق لهم ذلك. الشهيد، وما أدراك ما الشهيد؟ الشهيد الذي جعل الله عز وجل ذكره مع الأنبياء، فقال تعالى في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ما أعظم هذه الآية! الله عز وجل أثبت أن هؤلاء يعني الشهداء كانوا في تلك النسبة المكرمة، في تلك النسبة المشرفة، كانوا مع الذين أنعم الله عليهم. وعبر الله عز وجل أن صحبة الشهداء وصحبة الصديقين وصحبة الأنبياء أنها أحسن الرفقة، قال تعالى: وحسن أولئك رفيقا. الشهيد الذي قال الله عز وجل عنه أنه حي في برزخه، يعيش حياة متألقة متفردة خاصة حتى يقوم الناس لرب العالمين. ما معنى البرزخ؟ البرزخ إخواني المرحلة التي تفصل بين قيام الساعة وبين الموت، فإذا مات الإنسان قامت قيامته، فأول مرحلة وأول منزلة من منازل الآخرة الموت، فالمرحلة من الموت إلى قيام الساعة تسمى برزخا. فالشهداء في برزخهم ريثما تقوم الساعة هم أحياء مكرمون. قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. ثم قال تعالى: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما أعظم هذه الشهادة في حقهم، لذلك استحقوا هذا التكريم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الله عز وجل يؤمن الشهيد من عذاب القبر حيث لا تصيبه فتنة القبر، وذكر أن رائحة المسك تفوح منه يوم القيامة، لونه لون الدم ورائحته رائحة المسك. يجعل الله عز وجل كما قال عليه الصلاة والسلام روح الشهيد في جوف طير ترد على أنهار الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام لما أصيب إخوانكم في أحد، في معركة أحد، جعل الله عز وجل أرواحهم في جوف طير ترد على أنهار الجنة. تقول: من يبلغ عنا إخواننا؟ يعني من يبلغ الذين لم يصلوا إلى البرزخ حتى يروا تكريم الله عز وجل للشهداء الذين استحقوا هذا التكريم؟ فمن تكريم الله عز وجل أن الله عز وجل يجعل أرواحهم تطوف في الجنة في جوف طير. أيضا الله عز وجل يمنح الشهيد شفاعة يشفع فيها لأقاربه. الله عز وجل يخاطب الشهداء يوم القيامة دون حجاب، بل إن الله عز وجل يؤمن الشهداء من الخوف ومن الفزع. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والشهداء لهم فضلهم، والشهداء لهم تفردهم، والشهداء لهم يعني تكريم خالص
تكريم لا يمكن أن يصل إليه إلا المقربون، إلا العارفون بالله. فنقول في يوم الشهيد لذوي الشهداء: هنيئا لأبنائكم، هذه المكانة السامقة والباسقة، هنيئا لأبنائكم هذا التاج العظيم، هنيئا لأبنائكم الشهداء هذه المكانة السامقة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا بهم، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلحقنا بهم يوم القيامة حتى نكون في هذه الزمرة المتفردة المتميزة. في يوم الشهيد أقول لأم الشهيد: إن ولدك سيشفع لكم. وأقول لوالد الشهيد: هنيئا لولدك، الشهادة ستكون إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى ستكون سببا في شفاعة تدخلكم الجنة. الشهيد الذي يكون شاهدا إن شاء الله تعالى على الناس جميعا بتضحيته بدمه بنوره، الله عز وجل ذكر أن للشهيد نورا. لذلك أيها الإخوة الأكارم، في هذا اليوم نريد أن نعلي من مكانة الشهيد في معرفتنا وفي تراكمنا المعرفي وفي عقلنا الباطن كما يقول علماء الاجتماع، وفي أنفسنا وفي أرواحنا، حتى أسأل الله عز وجل حتى يلحقنا بهم، حتى نكتب معهم. ويقول العلماء: الشهداء نوعان، شهيد الدنيا وشهيد الآخرة. فقد قال مثلا عليه الصلاة والسلام: من مات دون ماله يدافع عن ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه يدافع عن عرضه فهو شهيد. والذين يموتون في أمراض ذكرها صلى الله عليه وسلم: المطعون والمبطون إلى آخره، هؤلاء من الشهداء، لكن كما يقول العلماء لهم شهادة حكمية، وهناك شهادة حقيقية. هؤلاء الذين يستشهدون ويقتلون في سبيل الله في ساحات الوغى، في ساحات المعارك، ذودا عن الوطن، دفاعا عن الأهل والمال والشرف، هؤلاء كانوا شهداء الآخرة كما عبر الله عز وجل عنهم في القرآن الكريم. لذلك في يوم الشهيد أقول: كل عام وأنتم بألف خير. أقول لدولة الإمارات العربية المتحدة وللمقيمين عليها: كل ثانية وأنتم بأمن وأمان وسلم وسلام، ورحم الله الشهداء وألحقنا بهم. وأختم: اللهم أدم الأمن والأمان والسلم والسلام على دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى سائر بلاد العالمين، وأعد الأمن والأمان والسلم والسلام لجميع الخائفين، وأمن خوف الخائفين برحمتك يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.